الصعيد محاط بالفقر والجهل والمرض. وليه النظرة الدنيا أصلاً لأهل الصعيد؟ اتفرج على مين اللي بيكنس في الشوارع، اتفرج على كل المعنى المتدنية في الحضر هتلاقيهم صعيد. وإن مصر للعصابة وخدامها وبس. واتفرج على سوهاج عاملة إزاي؟ بؤس. انتوا ازاي عنصريين بالشكل ده؟ لانهم بسطاء لا ظهر لهم، هنسجنهم ونسجن اللي خلفوهم. وكفايه بقى ظلمه. انتوا ازاي مختلين انسانيا بالشكل ده؟ في تعليمات امنيه لان الصعيد ده يفضل متخلف عقليا. اتهامات متضاربه تثير الشبهات، فلنبحث عن الحقيقه. الصعيد قلب مصر النابض، ومصر 30 يونيو تضع الصعيد على قمة أولوياتها. مليار دولار تم تخصيصها لمشروع تنمية الصعيد الذي بدأ 2017 وينتهي 2022. رفعت الحكومة حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية الصعيد بنسبة 22% في ميزانية 2019-2020 لتصل إلى 31.2 مليار جنيه. تم إنشاء مجمعات صناعية متكاملة في سوهاج وأسيوط وبني سويف وغيرها لإنتاج الحديد والأسمنت والأدوات المنزلية باستثمارات مليارية. الصعيد أصبح قاطرة التنمية التكنولوجية بعد إنشاء أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم إنشاء مصنعين لإنتاج الشاشات والأجهزة الكهربائية في بني سويف والمنيا وأسيوط. بلغت استثمارات مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن 65.6 مليار جنيه. يتم حالياً تنفيذ 9 مدن جديدة ضمن مدن الجيل الرابع لاستيعاب نحو 4.5 مليون نسمة وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل باستثمارات 18.5 مليار جنيه. تحول طريق الصعيد الذي كان يطلق عليه طريق الموت إلى طريق بمواصفات عالمية. تنمية وتطوير الصعيد أحد مرتكزات خطة تحديث مصر. والآن وبعد تفنيد الاتهامات يمكن مراجعة المصادر، ويبقى الحكم للمشاهد.